أنا رحت سويتها أصعب. رحت إلى أمريكا فزرت الكلية، شفتهم يقعدون الساعة بالأربعة الصبح. زين. جماعتنا يقعدون الساعة بالستة. فشلون؟ لازم أني أصعب من عندهم بروح أرجع وقعد ثلاثة فجر. لا لا مو هذا الموضوع. فجيت قلت لهم ليش تقعدوهم بال يعني بالأربعة الصبح؟ إيه. فحكوا لي يعني انه لازم يعني يتهيئ ويستعد لليوم من وقت، يروح يفطر الصبح وينفذ الرياضه الصباحيه قبل شروق الشمس، ويعني فد... هو يحتاج رياضه، ما هو طول اليوم دا يتدرب، لا يحتاج لا رياضه بعد. لا طبعا الطالب كلية العسكري يعني هو كل اللي دا يسوي رياضه صحيح. بس احنا عندنا تدريب خاص، يعني مثلا يعني تسلق الحبال هذا تدريب الرياضه، هذا مثلا هذا إيه؟ ميدان يحتاج ايضا بعد تدريبات صباحيه، ساعه يوميا تدريب بدني وساعه مسائيه ساعتين، بالاضافه الى كل حركه من حركات هي تدريب، يعني المسير والهرولة كلها تدريب هو من